يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة، وده اتكلمنا عليه، والعرض والحساب، وده أيضا تكلمنا عليه، وقراءة الكتاب، والثواب والعقاب، والصراط والميزان. دي الأمور اللي بتكون بعد الموت، ده من مقتضى إيمانك يا مسلم باليوم الآخر. مش احنا قلنا ركن من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر؟ إيه المقصود بالإيمان باليوم الآخر؟ الإيمان بكل ما جاء به الشرع من أخبار بعد الموت، من القبر بقى والبعث والحساب ونحو ذلك. فكنا قلنا عن الحساب، ودلوقتي بنقول وقراءة الكتاب، لأن كل أعمالك تكون مكتوبة في صحيفة. قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. فكل أعمالك صغيرة وكبيرة مكتوبة في صحيفة أعمالك، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. طبعا هتقرأ وهتعرف، أيوة أنا عملت الذنب ده، أنا ارتكبت الحرام ده، أنا أديت الواجب ده، أنا فعلت السنة دي، يبقى ده اسمه صحيفة الأعمال. طيب أهل السعادة، أهل الإيمان، لما بتتطاير الصحف وكل واحد بياخد صحيفته بنفسه بيستلمها بإيه؟ بيده اليمنى. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. ظننت هنا يعني تيقنت، مش شككت، لأن الشك كفر، إنما ظننت، الظن يأتي بمعنى اليقين أحيانا. إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية. التاني بقى أهل الشقاوة بياخدوا الكتاب بشماله، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي. لأن دي علامة أنه من أهل الشقاء، ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية. هي اللي يا ليتها كانت القاضية، يعني يا ليتها كانت القاضية بالضبط، يا ريت أن الموت يكون كان آخر حاجة، لكن احنا ده الموت دي لسه بدايتنا كمسلمين، دي بدول دي بداية الحياة، الحياة الحقيقية. ان هو يقول يا ريتها كان الموت وتنتهي القضية، يا ليتها كانت القاضية. يبقى احنا من اجل ان انت تستلم كتابك بيمينك لازم تكون من اهل الاعمال الصالحة. في ناس بقى غافلة يا اخوانا عن القضية الكبيرة دي اللي بعد الموت، هو بيتحرك بمقتضى شهوته الحالية، يعني مثلا فلوس حرام بس هيجيب بيها أشياء ونحو ذلك، لا الفلوس الحرام. طب واتق الله، طب بعدين، وناس إن بقى في ميزان وحساب وعرض وصراط ونحو ذلك. يبقى ده اللي بنسميه صحائف الأعمال، اللي هو وقراءة الكتاب والثواب والعقاب. أعمال الصالحة عليها ثواب الجنة، والأعمال السيئة عقابها النار. والصراط، إيه بقى موضوع الصراط؟ هو الجسر الممدود على جهنم، على متن جهنم، أدق من الشعر وأحد من السيف. وطبعا بقى لو واحد شغال مثلا في سيرك أو بيمشي بقى يقدر يمشي على الحبل، مش هو ده اللي هيعدي، لأن اللي بيعدي على حسب الإيه؟ الأعمال. كل مرة بنأكد على معنى الأعمال. نفس الفكرة للناس اللي في القبر، يقول لك ما الأسئلة سهلة، ده عامل زي اللي بيقول لك ايه، ما لو انا متدرب ان انا امشي على الحبل هعرف اعدي على الصراط. من ربك، ما دينك، ما نبيك، سهل، من نبيك سهل. ما هي يا اخوانا خلاص التكليف انتهى، اللي هيجاوب مقتضى عملك، اللي هيعديك الصراط عملك، اللي هيخليك تتناول الصحف بيمينك عملك، اعمال الصالحه. حياتك كل يوم كل يوم
ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي. طبعا ده حاجة مجازية يعني كلام الحسن البصري، يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. يبقى اليوم ده كل يوم للمسلم غنيمة، 24 ساعة غنيمة. ليه؟ فرصة يكتر حسناته ويقلل سيئاته بالتوبة والمغفرة. فالإنسان كده ينشرح صدره لما بيستيقظ من النوم ولسه ربنا ما أدي له في عمره، اليوم ده مزيد من الحسنات، مزيد من الأعمال الصالحة، فرصة أكتر إلا أنا أعدي هذه الأهوال بشكل طيب. فالصراط هيعدوا بقى على حسب الأعمال. فمنهم من يمر كالبرق، الرواية بتقول كده، والرواية دي بتدهشني جدا. يا ترى كان عامل ازاي اللي هيمر كالبرق ده؟ يعني احنا كده هنشوف ناس بتعدى على الصراط كالبرق لحظة وتنتهي القضية. أعماله الصالحة كانت عاملة ازاي؟ حاله في الدنيا كان عامل ازاي؟ ما دي طموحات يا اخواننا المفترض اللي احنا نسعى إليها. ما زي ما احنا بنطمح مثلا يكون عندنا شقة وعندنا أولاد وعندنا تعليم جيد والكلام ده، ما في الطموح كده اللي انا اعدي على الصراط كالبرق، عايز اكون من الفئه دي. الفئه دي كانت مركزه قوي 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 في المصير ده، فاي باب خير تلاقي كانت بتضرب فيه بسهم، بتعمل خير وبتعمل ثواب وتبعد عن ما يغضب الله عز وجل، عايشه بالاسلام فعلا. وده حقيقه النبي قال كده، فمنهم من يمر كالبرق. فده طموح شخصي او طموح لينا ان احنا نوصل للناس دي. احنا في قضيه الحساب قلنا ايه؟ الحساب ثلاث انواع للمؤمن. اول نوع منهم من لا يحاسب، يدخل الجنه بغير حساب، يعني اصلا في ناس كده مش هتتحاسب، وفي ناس العرض يقرر بذنوبه وبعد كده ربنا يقول له ده غفرتها لك، وفي اللي هو النوع الثالث الموازنه بين الحسنات والسيئات. بس شوف النوع الاولاني ده مفيش حساب، ده برده كان عامل ازاي في الدنيا، كان ايه احواله، كان عامله الصالح ازاي وعمله الخير ازاي ودعوته الى الله ازاي وامره بالمعروف وصلاته وعبادته وزكاته وصدقاته، حاجه تانية خالص. احنا عايزين نكون من اهل هذه الفئه، مش عايزين الدنيا تاخدنا عن هذه الامور اليقينيه بمقتضى ايماننا باليوم الاخر. فمنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح، برضو دي فئه اقل شويه لكن كالريح. ومنهم من يمر كاجاويد الخيل، كانه راكب خيل وبيجري، مع ان هي لسه قايلين ادق من الشعر لكن اعماله يا اخواننا اعماله. ومنهم من يمر كركاب الإبل، الإبل أقل شوية من الخيل في السرعة. ومنهم من يمر عدوا، يعني يجري، ده شوف اللي بيجري ده درجة أقل من ناس كتيرة قبليه، مع إن اللي بيجري على الصراط عشان يخش الجنة دي درجة طيبة جدا، بس في أعلى منه أعلى منه. ومنهم من يمر مشيا، ماشي يا دوبك. ومنهم من يمر حبوا، بيزحف على ايديه ورجليه. ومنهم من تختطفه كلاليب على جسر جهنم وتلقي بها في النار. فتلاقي اصلا الكفار ما بيمروش على الصراط، بيسقطوا في النار ابتداء، يعني ما يلحقوش اصلا يمروا على الصراط. يبتدي المؤمنين بقى على حسب الايه الاعمال، فتلاقي بقى التانيين عمالين يجروا يسبقوك، وانت بقى مشغول مثلا بسجاره، بترك صلاه فجر، بقطيعه رحم، بعناد وكبر في قلبك، أمور كلها كان ممكن تترك في الدنيا من أجل هذه اللحظة الثمينة. وتلاقي بقى الناس اللي بيجري واللي بيمشي واللي بيزحف واللي إيه؟ اللي بيتخبط بقى، وتبتدي تسحبه النار، نار جهنم والعياذ بالله. يا رب سلم سلم. آخر حاجة والميزان، وأهل السنة مقتنعين ومعتقدين بوجود ميزان حقيقي، ميزان ليه كفتين ولسان. شكله ازاي ما نعرفش، كيفيته ازاي ما نعرفش، دي امور غيبيه. بس المعتزله قالوا اصل الميزان ده شيء معنوي، ده حاجه كده كنايه عن اقامه العدل في الاخره. اهل السنه قالوا لا، ده ربنا قال الميزان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الميزان، والميزان على هيئته. برضو المعتزله جم معانا في عذاب القبر، قال لك مفيش حاجه اسمها عذاب قبر. والمعتزله دول من الفرق الضاله، واكدنا بثلاث ايات من القران واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ان في عذاب قبر وعذاب حقيقي، إنهما لا يعذبان. فأهل السنة عشان أنت تبقى صاحب اعتقاد سليم، لا، في عذاب قبر وفي ميزان وميزان حقيقي. وهنا بقى الإيه؟ الأعمال بقى. هتلاقي الميزان كفة الحسنات هي اللي إيه طبت ولا كفة السيئات؟ واليوم فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وأما من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم
بما كانوا بآياتنا يظلمون. فالعبرة هنا بقى بالثقة. يا ترى بقى أنت مكتر حسناتك ولا سيئاتك؟ ما أنا بكتر الحسنات عشان عارف في موقف من مواقف القيامة اسمه الميزان، عايز أتقي الحسنات على قد ما أقدر وعلى قد ما أعمل وعلى قد ما بحاول. فتحاول أنت تغتنم الساعات في الدنيا في عمل الصالحات والبعد عن السيئات حتى يثقل ميزانك يوم القيامة فتكون من المفلحين بإذن الله عز وجل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.